اهلا وسهلا، سعيدا انكم متواجدين هنا عندنا وسعيد بهذا اللقاء الجميل. سالنا قلت لي انك من فتره كنت في المغرب، اين مدن زرتيها في المغرب؟ انا بالمطار وصلت كازابلانكا واستمتعت بجوها وكان ودي ايلس، لكني على طول خذوني من السياره الى الرباط، ووصلت الرباط بهرت بجمالها وهي تظهر في الربيع. كانت الارض مزهره، وسكنت في منطقه واللي فيها فيلا ثريا، هناك سكنت. ما منظر جميل، قصر جميل، مكان جميل. وبعدين نقلني الشيخ طبعا الى مراكش، وقضينا فيها اكثر من يعني تقريبا 3 أو 4 أيام. لكن اللي ابهرني الناس، جمال الناس، ثقافة الناس. اكتشفت ان المغرب بثقافته بحضارته عريق، يقدم الفنون بجميع انواعها. رحت ساحة الفناء وشفت الفنون على جميع انواعها، ودخلنا داخل وين هذا الشيء اسمه علي او الساحة الكبيرة هاي اللي فيها التراث الشعبي، وشفنا فنون جميلة، وخصوصا يوم صرنا هالبنادق اللي يثورون، الاكل متنوع، الفنون متنوعة على طول المسار. فالمغرب يحمل ثقافة عريقة، يحمل فنون متعددة لا تعد ولا تحصى. انبهرت، استانست، انبسطت. الشكر للشعب المغربي، استقبلوني في مراكش في وسط المركز التجاري بالزغاريد هذه، يعني كان شيء رائع. يعني احنا اتمنى اني اروح في اي لحظة. الشكر لك، الشكر لكم. طيب تكلمنا طبعا عن المغرب والثقافة المغربية، بغينا نعرف شنو كتعرف على الاصوات المغربية والفنانين المغاربة. يعني المغرب أتحفنا الحقيقة بكبار وبعظماء الفنانين. يعني أنا إذا ذكرت منهم مثلا عبد الهادي بالخياط على سبيل المثال، هذا العبقري في غناه وفي أسلوبه. إذا ذكرت مثلا منهم على سبيل المثال يا سلام، بعد هذا أسلوب وشكل ثاني وأسلوب ثاني. إذا ذكرت منهم مثلا على سبيل المثال منهم سميرة سعيد على سبيل المثال، وعشرات من الفنانين ما يحضرون الحين. التراث والفن المغربي في داخلنا وقريب منا، وإيقاعاتهم مركبة مثل إيقاعاتنا، فنعشق الفن المغربي كله والتراث المغربي الجميل طبعا. طب من الشباب دنيا باطمة أو غيرهم من الفنانين تابعهم شوي؟ الحقيقة تعرفين هذيلا كلهم دخلوا في مسابقات وطلعوا. أنا بالنسبة لي يعني هم لا زالوا بعدهم هواة وتوهم بيقدمون أعمالهم، وما استمعت الحقيقة لأغنائهم عشان أقدر أحكم عليهم، لكن استمعت لهم من خلال المسابقات اللي هي عرب أيدول واللي ما شابه ذاك. فنجحوا كثيرين بس للأسف ما يستمرون. وبعدين عرفت أن يعني انتشارهم الجميل يعيبهم ويضافون إلى الأغنية، بس ما يقدمون الجانب المغربي الجميل اللي إحنا نبغى. يوني يغنون أغاني يا أما مصرية يا أما أغاني عربية إحنا حافظينها ويعيبوننا. لما يروحون يقدمون أسلوبهم يضيعون وسط الأسلوب، لأنهم يعني لازم حد يعتني بهم، لازم حد يهتم بهم. الفنانين الكبار الدولة أو الشركات الضخمة اللي هي تهتم بالتراث على أصوله، المغرب هذا العريق بفنونه. الفنان المغربي ويغني أغاني مصرية ويغني أغاني خليجية، ليش؟ عندكم فنون جميلة. فكل هذه للشباب اللي طلعوا من هذه الجيدين وأصواتهم حلوة، بس ما خدموا فن المغرب بس بالاسم. أتمنى لهم النجاح والتوفيق. هذا فرصة نعرفوا الجديد ديالك إن شاء الله. عندي ألبوم اسمه الموناليزا. المسمى لابتسامتها وابتسامتي، هي ابتسامتها مخفية وأنا ابتسامتي واضحة، لكن أنا اشترك في الابتسامة وهي مشهورة عالميا وأنا مشهور على أقول محليا أو عربيا. شكرا. فالألبوم إن شاء الله بيطرح بداية السنة، لكن مش نظام ألبوم فيه 10 أغاني أو 12 أغنية، بتكون أغنية كل 3 شهور. كل 3 شهور تطرح أغنية دي، كل 3 شهور تطرح أغنية دي. نظام السنجل هذا فإن شاء الله بيكون واصل عندنا، ستمنى ينال الاستحسان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.